أهلا بكم عبر شارع الفن، نتمنى منكم متابعة هذا التقرير. النائب بولا يعقوبيان بقول لك صباح الخير، صباح لبنان إن شاء الله هيك بضل دافي وكل قلوب بتضل مجتمع مع بعضها لنكون في عنا لبنان جديد. خبير اليوم هيك بالبداية عن حمل الدفا اللي كل سنة حضرتك والوحيدة اللي بتهتمي بالناس، إذا فين نقول شوي بردانين. هن الناس بهتم بالناس، أنا مجرد وسيط بيناتهم. مثل ما شايف كل سنة هالحملة عم تكبر، والسنة استغربت صراحة، كنت متوقع قسم كتير كبير من هالشباب كانوا بالساحة للصبح، ما كنت متوقع الفولونتيرز كلهم يكونوا موجودين وبهيدا الحماس ويشتغلوا بهيدا الروحية، وما توقعت صراحة كمية المساعدات اللي عم تجينا. فلبناني كريم، واللبناني بيطلع باللبناني بأصعب الظروف، واليوم لبنان يمكن عم بيقطع بأصعب الأيام، ولكن بهيدا التعدد الاجتماعي بأنه نحن منطلع بعض ومنساعد بعض عم نقدر نقوم بشوية لازم. خليني أقول شفنا حضور الفنان جوزيف عطية اللي أجرينا معه مقابلة، قال لي أنا كتير بهمني أنه يكون كل سنة مع جمعية دفا. قدي حلو هيك الفنان اللبناني ما يسافر يغني برا، يهتم شوي بلبنان، يعمل يمكن حفلات، ما بعرف، رغم كل شيء نهتم نحن ببعض. يعني إذا هذا الوضع ما اهتمنا ببعضنا شو ناطرين؟ جوزيف عطية دايما بيدعمنا ودايما بيقف حدنا بالحرايق، كان هو عم بيزق مي شخصيا على المكتب، ولا قدرنا ساعدنا هالقد هو بفضل فنانين مثله، مثل إليسا ومثل عاصي. عن جد منكبر بنجومنا الرائعين وبكل مساعدتهم، ومثل ما شايف اليوم خلية نحل كل عم بيتساعد، فأجا تصور مع الكل وحكي معهم وجيب مساعدات مثل العادة بجننوا، ما بعرف شو بدي أقول لك، قد ما بشكرهم بضل مقصرة. وبدي أشكر أكتر شيء كمان ناس عم بيجيبوا أحياناً بيقولوا لي جبنا بس هالقد، ما حدا يقول بس هالقد، كل مساعدة هي مهمة وبيجمعوا. طبعاً طبعاً هي الحجرة تسند لبنان، وهذا اللي عم بيصير. لبنان بيقوم على المبادرة الفردية وبيقوم على أهله وعلى ناسه، ونحن ما قلنا غير بعض. ولا وين بتشوفي لبنان بكره؟ هيك يمكن بعد فتره، يمكن وجيزه او شوي مطوله، ما بعرف، يعني حسب ما الوزراء يحنوا علينا والنواب. وين بتلاقي بولا يعقوبيان النائب لبنان بكره؟ هيك في امل بعد فينا؟ في ورده بيضاء؟ ولا اذا بيتركوا اللبنانيين يشتغلوا ويديروا بلدهم بيعملوا احلى وطن بالعالم. المشكله المافيا الحاكمه اللي ما بتقبل انها تزيح او تحل. شفنا اللبنانيي الساحات كيف كانوا عم بيشتغلوا مع بعض بالصغير وبالكبير، بالفن، بالفرز النفايات، بالتعدد الاجتماعي، بكل شيء. هيدا اللبناني. بس اللبناني اليوم صارت عم تتحول طبقة السياسية لعدوة لإله. امبارح الضرب والبطش، يعني كأنه بتقول عدو الصهيوني تلقطوا فيه. هيدا شعبكن وهيدا ناسكن، وانتو عم تحولوا إلى سلطة تعسفية. أنا بفتخر بكل الشباب والصبايا الموجودين، هولي لبنان ومصغر عن لبنان. بتمنى تعمل برمة وتشوف المناطق واللي بيسموه اختلافات والمذاهب والطوائف وكل هيدي القسمة المجرد مصرين يقعدونا فيها. الكل هون لبنان لبنان لبنان. حضرتك كنت يمان ما إعلامية وبتعرف قديش الإعلامية بعيني، شو تعليقك على اللي صار مع الإعلامية ديما صادق وغيره من النيو تي في؟ بارح كانوا متعرضين شاشة الـ بي سي لتكسير الكاميرا إذا قربوا على يصوروا شيء عم بيصير على الواقع. مؤسف جدا اللي عم بيتعرض له الإعلام بلبنان، مؤسف جدا الحملات المغرضة بوجه كل واحد رأيه مختلف. نحن ديمقراطية، بدنا نسمع بعض، بدنا نتحاور، بدنا نحكي مع بعض. بعتقد مشهد كتير بشع، انه رأيي مش من رأيك، انا بهشمك، بحطمك بدل ما اتحاور معك، بدل ما حاول قرب صوبك. وبقول لك هيدي اكتر شيء ثقافة عم بيعمموها الاحزاب، لانه مش ما معهم حق بشي، هن سبب الخراب كله، فما عندهم غير حملات تهشيم وكذب وتضليل أساسا ومنبعة طبقة السياسية. روح شوف وتطلع بتشوف مين عم بيعمم هالثقافة. شكرا لك كتير، مرسي كتير، شكرا، خلي لي، مرسي بوكو. من موقع شارع الفن نشكركم على حسن المشاهدة.